وش يقول لك؟ السحر معروفة، ربي قال في كتابه الكريم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت. ربي السحر داروا فلا تكفر، ربي دار السحر في الكفر، وتلت حوايج يقتلوا بلادهم، كان السحر والعين والجن. والسحر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم سحره، والسحر بنادم كما قولوا بين قوسين لازم له رقية، لازم بنادم كي يكون مسحور لازم يترقى يتنحلوا السحر بقراءة القرآن، سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعودتين، قل هو الله واحد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. تاع قراءة القرآن خاصنا الإنسان يترقى بالماء، بزيت الزيتون، ثاني بالسترة لتنحي السحر، هذه هي خاصة من الجن. ربي قال في كتابه الكريم: وجعلنا الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون حجابا مستورا، هي الحجاب من الشيطان. هذه معروفة ظاهرة رانا فيها، يعني الآفات رانا فيها، الساحر والجن والعين معروفة. تحرت في حالة شفتهم الساحر، يعني الساحر معروفة، شغل تصيب بنت خالتها دارت لها السحر، باسكو هادو يخدموا الطلاسم، يديروا الطلاسم، هاد الشوافات كما يقولوا في الجزائر الشوافات، يكفروا، كي يكفروا بربي يقولوا شوف الجن. ديجا الجن يشوفوا غير المصاب، ولا ما يشوفوش المصاب، باسكو ربي قال يوم القيامة حنا نشوفوه وما يشوف، بصح في الدنيا هو يشوفنا ما يشوفنا، هما يعرف الأخبار بين الزوج والزوجة يجيب الأخبار. والناس اللي ما عندهاش الإيمان تروح الشوافات، من أتى عرافا أو كهانا لن تقبل صلاة 40 يوم وفي 40 سنة، معروف تاع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعاملوا مع الجن. الجن هو اللي يجيب لها الخبر وصل بين الزوجة والأخرى تامن، وهذه معروفة معروفة. هو ولا كما قال ربي في كتابه الكريم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هذه يعني السحر، السحر في العينين، حتى بنادم يشوف ما لا يحمد عقباه، يولي ماشي محال يقتل روحه ويدير حوايج اللي ماشي معاه. والسحر طامة كبر، لازم الانسان اللي يكون سحر لازم يترقى في اقرب وقت. السحر والجن والعين هما اللي يقتلوا بنادم، خاصة وضع اللي راه فيه. أنا في أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي سنين خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها، ومن علامات قرب الساعة يتقارب الزبان، يلقى العلم، يقبض العلم، يلقى الشح، تكثر الفتن ويكثر فيه الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول؟ هو القتل، الهرج بمعنى بالسكون. وربي السحر ردوا للكفر، داروا الكفر، يعني إنسان يكفر. حتى عمر بن الخطاب ليحكم ساحر، ليحكم عباد من السحارين، كان يقتل السحارين، يقول لك على التوبة تاعهم مستبعد، يقول لك انتو بصح يولي الأعمال في الساحرة. هذه طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.